والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. وبنعمة ربنا عاوز أكلمكم عن الآية بتاعت المزمور اللي بيقول: كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. كثيرة هي أحزان الصديقين. لو لاحظت كل ناس ربنا حبايب ربنا تعرضوا لأحزان كثيرة في حياتهم. يعني أول واحد وأغلى واحد في جيله عند ربنا آدم حزن على خطيته، وحزن بالأكتر لما ابنه قتل أخوه قايين، قتل أبيه هابيل. وزي أي أب فقد ابنه يجوز قعد سنين طويلة حزين على ابنه. أبونا إبراهيم كثيرة هي أحزانه، برضو عاش فترة بعيد عن أهله، أغلب حياته كانت بعيد عن أهله وناسه من أجل الله. قعد سنين طويلة ينتظر طفل واحد، والطفل اتأخر قوي عشرات السنين، وما كانتش حياته سهلة. أبونا إسحاق كان في حياته أحزان، فقد سارة أمه بدري شوية في شبابه، وبعد كده في رحلة حياته كان كل ما يحفر بير يجوا الناس تاخد البير، الفلسطينيين ياخدوا منه البير. وكشخص مسالم كان يمسك في ربنا ويحتمل، إنما حياته كانت مليانة أحزان. وبرضو من ضمن أحزان أبونا إسحاق إن شاف عيسو ويعقوب ولاده ما هماش أصحاب، وعيسو عاوز يموت يعقوب، وفقد عيسو إن عيسو بعد عن بيته وارتبط بوثنيات، ويعقوب كمان ساب البيت وراح عند خاله، وتمررت حياة أبونا إسحاق. لو مسكنا أبونا يعقوب هتلاحظوا برضو في حياته في أحزان كتيرة، وإن كان جزء منها بسبب خطاياه، إن عيسو كان عاوز يموته، ولبان خاله كان عاوز يموته، ولما كبر فقد رحيل مراته، وفقد يوسف ابنه وتصور إنه مات وبكى عليه عشرات السنين لغاية ما فقد بصره. إحنا بنتكلم عن ناس غاليين عند ربنا، أبونا آدم، أبونا إبراهيم، أبونا إسحاق، أبونا يعقوب. طب دول أغلى ناس، أغلى ناس عند ربنا، لكن ينطبق عليهم كثيرة هي أحزان الصديقين. بعد كده يجي يوسف. يوسف برضو أغلى واحد، أغلى واحد عند أبو يعقوب، ويجوز أغلى واحد عند ربنا بسبب تقواه. كثيرة هي أحزانه. يوسف اتحرم من أبوه وماتت أمه وهو طفل، واتباع كعبد وعاش سنين طويلة عبد، واتسجن وعاش سنين في السجن. حياته كانت مرة، وكثيرة هي أحزانه. لو دارت الأيام ودخلنا على موسى النبي رئيس الأنبياء، كثيرة هي أحزانه. موسى النبي بسبب الخطأ اللي عمله في سن الأربعين هرب، وزي أي واحد عامل عملة وهربان قعد أربعين سنة في البرية في مرار، راعي أغنام فقير وعايش في مرار الهروب لغاية ما ابتدت رحلته كنبي. لو دخلنا على داود النبي نلاحظ هو كمان حياته فيها مرار. داود النبي من سنه صغير بقى شاول عاوز يموته، ويمكن قبل السن ده ما كانوش إخواته بيقدروه أو بيحبوه كفاية، وكل ده كان مؤثر على حياته، فكثيرة هي أحزانه. وحتى لما استقر داود في مملكته شاف أحزان كتيرة. أولاده للأسف ما كانوش كلهم أتقياء، وداود في حياته دفن ثلاثة من أولاده على الأقل. كل ده مرار.
فالواحد يتعجب ويقول يعني أغلى ناس عندك يا رب أكتر ناس بتعبوا، أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول أغلى ناس، موسى النبي، داود النبي، طب هو في أغلى من كده عند ربنا؟ دول أغلى ناس. وفي العهد الجديد أبائنا الرسل كلهم عاشوا أيام صعبة، وفي خدمتهم اضطهدوا وتألموا وتعذبوا. يا ترى إيه السر وراء كثيرة هي أحزان الصديقين؟ ليه ربنا بيسمح بآلام وأحزان كثيرة لأولاده في الوقت اللي بيظهر محبة فائقة لخاصته وأحبائه؟ أول بركة للأحزان أو التجارب أنها بتساعد الإنسان يبص على السماء ما يبصش على الأرض. طول ما الدنيا بتدي للإنسان خير وبترد عليه الإنسان بينشغل بالدنيا، وساعات مشغوليات الدنيا تشغله عن حياته الأبدية. لما بيتجرح جرح جديد، يتجرب تجربة صعبة، الدنيا بتصغر في نظره، بترخص في نظره، بيبقى مالوش في الدنيا خلاص نصيب. وده حكمة من ربنا أنه يرفع قلب أولاده عشان يركزوا على السم. فربنا حتى لو بيحزن أولاده بيبقى له غرض عشان يفرحهم في الحياة الأبدية. هيشوفوا يومين صعبين شوية، إنما في الآخر حياة أبدية سعيدة لا تنتهي. فأول بركة من بركات الأيام الصعبة إنها بتغير نظرة الإنسان، بدل ما بيركز في الدنيا بيركز في أبديته. كمان الأيام الصعبة والأحزان بتغير اتجاه الواحد، زي واحد بيجري في سكة والسكة غلط، بيجري ورا طموحاته، بيجري ورا أحلامه، بيجري ورا الفلوس، بيجري ورا المركز، تيجي التجربة أو الأحزان تعدل اتجاهه، تغير سكته، تقفل السكة دي في وشه وتفتح سكة جديدة، سكة ربنا، سكة الخدمة، سكة الصلاة، سكة التوبة. فكأن الأحزان غيرت اتجاه الواحد، ويمكن الواحد ما كانش هيتغير غير بالعصاية دي، بالأحزان دي. التجربة كمان تعمل إيه؟ تشكل الإنسان. الإنسان بيبقى عنيد، وربنا عاوز يعمل منه حاجة، عاوز يصنفره، عاوز يهذبه، عاوز يصقله، عاوز يدخله زي الذهب في النار عشان تطلع منه الشوائب ويبقى ذهب غالي، فيقوم يدخله في آتون التجارب وأحزان الصديقين، ويطلع داود بقى بعد المرار اللي شافه مفيش قلب زي قلبه، ويبقى داود ده هو الرجل المحبوب، الملك المشهود له، اللي كل الملوك تيجي بعد كده تتقاس على داود النبي بسبب الأحزان اللي شافه. كمان التجربة تعمل إيه؟ الأحزان والتجارب بتخلي الواحد يراجع نفسه، ولما بيراجع نفسه بيتوب. ممكن الواحد يبقى ماشي في سكة وشايف نفسه ماشي صح، لما بتيجي الأحزان بتخلي الواحد يبص غصب عنه في خطاياه وفي أعماله، ويقف كده مكسور قدام ربنا. واحد زي أيوب الصديق كثيرة هي أحزانه، وفضل يقاوح حوالي 30 إصحاح يقولوا له طب بص على خطيتك، طب لازم في عيب فيك، يقول لهم أبد أنا ما فيش عيب، أنا كويس، هو ربنا ظلمني، هو بيلفق عليا فوق اسمي، هو ملوش حق في اللي عمله. وربنا فضل ساكت والتجربة مستمر لغاية ما أيوب في الآخر حط رأسه في التراب وقال له أنا غلطان يا رب، أنا ما كنتش فاهم، أنا أندم وهحط رأسي في التراب مش هتكلم تاني، واتكسر كبرياؤه وراح العيب اللي فيه واستفاد من التجربة، وربنا عوض عليه كتير قوي، والنهاردة في السماء مع كل أولاده حتى اللي سبقوه. كمان أحزان الصديقين
مدرسة للفضائل. يعني إيه المدرسة للفضائل؟ ما فيش فضيلة ملهاش علاقة بالأحزان أو التجارب. أول فضيلة الواحد يتعلمها في التجارب والأحزان الصبر. هل في معنى للصبر بدون أحزان؟ إيه معناه؟ الصبر كلمة ما تلاقيهاش في قاموس الناس المرفهين واللي كل حاجة سهلة في إيديهم واللي ما عندهمش مشاكل. طب يعرفوا إيه عن الصبر؟ إنما الناس اللي عايشة آلام وتجارب وأحزان فاهمين يعني إيه صبر؟ والصبر يدخل السماء، بصبركم تقتنون أنفسكم. أبونا إبراهيم اتعلم الصبر لما قعد سنين يصلي عشان ربنا يديله عيل وربنا ما بيستجبش، والصبر ده خلى أبونا إبراهيم أغلى وأغلى عند ربنا. فالصبر فضيلة هتتعلمها جوه الأحزان، بدون أحزان وتجارب مش هتوصل للصبر. فضيلة تانية الواحد يتعلمها من الأحزان الحكمة، لأنه الإنسان غير المجرب مش فاهم اللي بيحصل في الدنيا، ويجوز عنده حكمة هذا العالم اللي هي جهالة عند الله. إنما الشخص المجرب بيبقى حكيم وبيبقى فاهم الحاجة صح، ويبتدي يتأمل في الأحداث ويدخل إلى عمق الأمور، لأن التجربة مدرسة للحكمة. فالإنسان اللي داس في الأحزان وعد عليها بيزداد حكمة. فضيلة أخرى الواحد يتعلمها مع الأحزان والأوجاع التواضع. الإنسان فينا جواه شوية كرامة، شوية ذات، شوية كبرياء، وده ممكن يعطل دخوله السماء. وكل لما يعمل إنجازات والدنيا تمشي معاه يزداد كبرياؤه، يقوم ربنا يسمح بأيام صعبة شوية أحزان، وممكن يقول له ليه يا رب كده، ما كانت الحكاية ماشية سهلة. لكن الأحزان دي والتجارب دي تكسر كبرياؤه، تعلمه التواضع، تخليه وطي راسه، تخليه يفتكر أنه هو شوية تراب، تخليه يفتكر أن الحياة هتزول. كل الحاجات دي ما كانش شايفها من غير أحزان، من غير تجارب. فالتجربة مدرسة للتواضع. عشان كده المزمور يقول خير لي أنك أذللتني حتى أتعلم وصاياك. فضيلة أخرى الواحد يتعلمها جوه التجارب والأحزان فضيلة الإحساس بالناس. اللي ما تجربش أو ما حزنش كفاية ما يحسش بألام الناس. لكن ربنا يسوع يتقال عليه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، وهكذا كل مجرب. لما واحد يكون جرب آلام المرض، لما حد بيعيا بيحس بيه، بيتعاطف عليه، يتعاطف معاه، يقول أنا عارف الإحساس بتاعه. لما حد يفقد شخص قريب منه وبعدين يروح يعزي في حد، يقول أنا عارف هو حاسس بإيه، أنا جربت الإحساس. فهنا الحب يزيد والإحساس بالآخرين يزيد بالأحزان والتجارب. إنما واحد ما عدتش عليه أحزان وتجارب ما يحسش بأحزان الناس، ما يتعاطفش معهم، لا جرب الوحدة، يمكن ما جربش المرض، يمكن ما جربش فقدان القريبين. فضيلة أخرى الواحد يكتسبها من الأحزان فضيلة الصلح. لأنه طول ما الدنيا سهلة غالباً الواحد بيصلي برخاوة أو بيصلي قليل. لما الحكاية بتشد والأيام بتبقى صعبة وبتبقى في أحزان، ما بيبقاش في غير الصلاة. والصلاة ما بتبقاش صلاة، بتبقى صراخ، والصراخ بيدخل السماء وربنا بيستجيب. والإنسان بيتعلم الصلاة جوه التجربة أكتر من أي وقت تاني. أبونا يعقوب مثلا
لما عرف ان عيسو طالع يموته صلى طول الليل، ما سمعناش ان يعقوب بيصلي بالساعات غير الليلة دي، لما كان عارف ان عيسو مستنيه يموته طول الليل يصلي ويقول له لن أطلقك لن أتركك حتى تباركني. طب ما هي الليلة ليلة صلاة دي ما جاتش غير في الأحزان وفي التجارب، وعدت التجربة، لكن كان اتعلم منها يصلي من قلبه ويصلي بحرارة. التجارب كمان تعلم الإنسان التوبة زي ما قلنا، أو صدق التوبة. لما الواحد يحزن ويتجرب ما بتبقاش التوبة خفيفة كده فترة، لا بتبقى توبة صادقة. يمكن التوبة تبقى طرية وميعة من غير تجربة ومن غير حزن التجارب، لكن أحزان الصديقين بتخلي التجربة قوية وصادقة، ومع التجربة في نمو وفي طهارة وفي قداسة وفي حاجات حلوة. إذن الأحزان اللي احنا بنقول له يا رب زيح الأحزان وشيل الأحزان، ربنا شايفها ضرورية، عشان كده بيقول كثيرة هي أحزان الصديقين. طب اشمعنى يا رب دول صديقين؟ أيوة عشان دول لهم أكاليل، دول لهم حياة أبدية مستنياهم، دول خاصة هيبقوا قديسين كبار، فلازم ياخدوا المكانة الكبيرة اللي عند ربنا، وما فيش غير الأحزان اللي هتصنفرهم وتوصلهم للمكانة دي. طب الواحد يعمل إيه جوه التجربة؟ إذا كان ربنا يسمح لإنسان بتجربة أو بحزن، يعمل إيه عشان يطلع بأفضل فايدة ممكن؟ هنا معلمنا يعقوب في رسالته في أول إصحاح يقول احسبوا كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبر، وأما الصبر فليكن له عمل تام كي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. أول حاجة الواحد يعملها لما يدخل في تجارب وأحزان يحاول يصلي، لازم يصلي، لأن لو الواحد استسلم للنكد والحزن وما صلاش بيزداد يأس وبيزداد كآبة وما بيستفدش. أول ما يبتدي يصلي تبتدي الفايدة، يبقى التجربة جايبة نتيجة، زي دواء واحد بيستفيد منه واحد ما بيستفدش، التجربة دواء، عشان تستفيد من الدواء صلي، خلي المفعول بتاع الدواء يشتغل. في ناس تبقى بتعند مع ربنا، طب أنا مش هصلي. طيب أنت هتفضل متضايق ومش هتفك التجربة بالسهل، أنت الخسران. صلي عشان تهون عليك، صلي عشان تستحمل، طيب صلي عشان ربنا يقرب ويطبطب عليك. في واحد يبقى ربنا بيطبطب عليه وهو عمال يزق إيد ربنا، طب ما ربنا بيطبطب أهو، أنت بس مش عاوز تسمع صوت ربنا ليه؟ فأول علاج أو أول رد فعل مناسب في التجارب أن الواحد يستقبله بصلاة مهما كانت الضيقة أو الحزن. وتلاحظوا كل الأبرار كان ده منهجه، كان داود بيصلي مع كل أزمة وكل محنة، ما كانش عنده غير المزامير ويصرخ لربنا، بصوتي للرب صرخت، بصوتي للرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبص لديه ضيقي، عند فناء روحي مني، يعني روحي هتطلع مني يا رب، ويقعد يصرخ لربنا. ساعات الواحد في الأحزان يحاول يدور على حلول خطأ، يعني يقول إيه، أنا هتفرج على التلفزيون عشان ما أنسى، أنا هشرب حاجة وحشة عشان أنسى، أنا هخرج مع ناس يحكوا في أي حاجة عشان أنسى الهم. لا، مفيش حاجة بتنسي الهم، مين قال لك الحاجات دي هتنسي الهم؟ هي الصلاة هي العلاج. اقعد مع ربنا وحط همك عند ربنا، تبتدي الحكاية حتى لو ما تحلتش تهون، حتى لو ما فكتش بسرعة ربنا يبتدي يشيل معاك، فتحس إن الحمل بقى خفيف،
يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. أريحكم مش معناه أن الحمل كله هيتشال، يجوز لسه، لكن هيريح، لازم ربنا يريحنا. ما وعدناش تتحل، لكن وعدنا بالرحمة. تاني رد فعل مناسب في التجارب أن الواحد يتمسك بوعود ربنا، لأنه عادة في التجارب الإيمان بيتهز. لما كانوا التلاميذ في مركب والمسيح له المجد ما كانش معاهم، والبحر بقى هايج والريح شديدة وكانوا بيغرقوا، اترعبوا وشكوا. شكوا ليه المسيح سايبهم، وليه بيصلوا والبحر ما بيهداش، وليه الهزيع الأول والهزيع الثاني والهزيع الثالث وما فيش فايدة. طب وربنا هيسيبهم يغرقوا؟ كل ده كان تعبهم. ونحو الهزيع الرابع جه المسيح ماشي على المية كده يقول لهم ايه؟ ثقوا انا هو، لا تخاف. طب يا رب ما جيتش من بدري ليه؟ طب يا رب لسه البحر عالي. يبقى تاني حاجة الواحد يعملها يتمسك بكلمة ربنا. عشان كده الشاطر لما يدخل في تجربة أو حزن يفتح الإنجيل وما يسيبوش، يقعد يطلع كل وعد من كلام ربنا ويقول له يا رب أنا همسك في كلامك، أنا ماسك في كلامك. أنت قلت لحيظة تركتك وأنا حاسس أنك سايبني، وقلت بعدها وبمراحم عظيمة أجمعك، أنا مستني مراحمك العظيمة. أنت سبتني لحظة أو لحيظة، طيب أنا تعبان، كمل الآية بقى، بمراحم عظيمة أجمعك. أنت قلت إن نسيت الأم رضيعها، أنا لا أنساكم، طب أنا عاوز دي. أنت قلت لا تخف لأني معك، أنا عاوز دي. أنت قلت من يمسكم يمس حدقة عينه، أنا عاوز دي. أنت قلت بصوا حواليكم طيور السماء كم أنتم بالحري أفضل منها، أنا عاوز دي. لما الواحد يمسك في وعد ربنا يرفع رأسه زي اللي كان هيغرق في التجربة، وبعدين رفع رأسه ويشم نفسه. وعود ربنا بتدي رجاء وبتدي أمل وبترجع الثقة لربنا وبتخلي الواحد يكمل المشوار. إنما لو الواحد ما شافش وعود ربنا في اللحظة دي بييأس، وممكن يلخبط زي ما ناس بتلخبط في الكلام. يبقى أول رد فعل مناسب إن الواحد يصلي كويس، تاني رد فعل إنه يمسك في كلمة ربنا. تالت رد فعل مهم عشان الواحد يستفيد من التجربة إنه يفحص نفسه. لما تيجي تجربة الواحد يبص على نفسه يقول له يا رب طيب أنا استاهل كل اللي يحصل معايا، أنا إنسان شرير، لكن يا ترى في إيه في حياتي غلط عاوزني أشيله؟ أيوب كان شايف نفسه بار في عيني نفسه، بس هو ما كانش واخد باله. التجربة هي اللي نبهته إنه عنده بر ذاتي، وفي الآخر لما اتضع فكت. فيقول له يا رب طيب أنا متجرب بالأحزان، إيه في عاوز تصلحه؟ اكشف لي، عرفني إيه غلط في عاوز تشيله عشان أشتغل معاك. يا ترى في كبرياء زيادة، يا ترى في حب فلوس، يا ترى غضب، يا ترى إدانة، يا ترى كسل، يا ترى شهوات، إيه اللي أنت عاوز تشيله عشان أشيله معاك؟ أنا رب مش شايف. التجربة هتخليني أشوف الغلط اللي فيه. ده مش معناه أن كل تجربة معناها خطيئة، لا، لكن كل تجربة طريق للتوبة. مش كل مرض سببه خطيئة، لكن كل مرض دعوة للنقاوة. مش كل حادثة سببها خطيئة، لكن كل حادثة دعوة للقرب من ربنا. فيبقى الواحد ياخدها بالذوق ويقرب. إذن التجارب تخلي الواحد يصلي، يمسك في وعد ربنا، يتوب، يجري على أب اعترافه ويحاسب نفسه. كمان رد فعل مناسب في التجربة أن الواحد يطلب الحكمة. تلاحظوا ده اللي قاله معلمنا يعقوب، قال من تعوزه حكمة فليطلب. أكتر سؤال بيشغل الواحد في التجربة سؤال ليه؟ ليه بيحصل كده؟
وسؤال تاني ساعات يشغله، طيب أعمل إيه؟ سؤالين بيتعبوا الواحد لما يكون مجرب، ليه بيحصل كده؟ طب مطلوب مني أعمل إيه؟ والسؤالين دول مالهمش إجابة سهلة. طيب ما تطلب من ربنا حكمة عشان يجاوبك، روح لربنا وقول له اديني حكمة عشان أفهم ليه وأعمل إيه. ولو عاوز تجاوب بس على السؤال التاني جاوب يا رب، على الأقل قول لي طب أعمل إيه، أنت سمحت لي بتجربة طب قول لي أعمل فيها إيه. حتى لو مش عاوز تقول لي سببها إيه، أنت عارف وأنت حكيم يا رب ما بتغلطش، لكن على الأقل قول لي ودبرني طب أنا أتصرف إزاي. عشان كده يقول إيه، الصبر ليكن له عمل تام، يعني اعمل اللي عليك كي تكونوا تامين وغير ناقصين في شيء. اعمل اللي عليك في التجربة وسيب ربنا بقى يفكها ويعدلها بطريقته. يبقى طلب الحكمة مهم، دايما التجارب تخلي الواحد يقول له يا رب اديني حكمة، اديني حكمة عشان اتعامل، اديني حكمة عشان افهم، اديني حكمة عشان ادخل للعمق وادرك ايه اللي بيحصل. برضو حاجة تاني، رد فعل تاني في التجارب يقول عليه المزمور انتظر الرب، انتظر الرب، استنى ربنا، ربنا وقته غير وقتنا، حساباته غير حساباتنا، معاييره غير معاييرنا. يقول كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. أنت شايف أن ده الوقت المناسب اللي تتحل فيه، ربنا يقول لا مش دلوقتي، وتبقى زعلان وتقول له ليه يا رب، ليه طب ما كل حاجة ماشي، يقول لك معلش أقول لك بعدين، بعدين تعرف، لست تفهم بعد ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد. أنت عليك تعمل إيه؟ انتظر الرب، طول بالك هيجي، حتى لو تأخر هيجي. تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. يبقى الواحد في التجارب والأحزان يستنى ربنا. طيب ربنا ساعات يجي بس ما يحلش، ساعات يعمل كده يقرب لكن بدل ما يفك التجربة يدي تعزية، ودي تبقى حكمته كده. زي ما جه وقت المركب ما كانت بتغرق مع التلاميذ، بدل ما البحر يهدى قرب منهم بس وقال لهم ثقوا أنا ولا تخف، في الأول ما حلش المشكلة. ربنا ساعات يعزي الواحد في التجربة، يقرب منه ينوره لكن ما يفكهاش، لحكمة عنده، هو شايف أنه لسه الوقت ولسه الحاجة لازم تستوي. عارفين لما الطبخة تكون بتستوي تيجي وتطفو تقولوا لا لسه ما استويتش، هو ربنا له حساباته بقى، يقول لا لسه ما استويتش، لسه خليها شوية كمان. طب يا رب تعبنا، طب يا رب تشككنا، طب يا رب غيرنا فكت من عندك من بدري، يقول معلش. يبقى الواحد رد فعله في التجارب يصلي، يمسك في كلام ربنا، يستنى ربنا. كمان في التجارب الواحد يبحث عن شخص روحي يمسك فيه، بداية من أب الاعتراف إلى أي صديق روحي أو شريك روحي. لأنه لو رحت لحد تشكيله الهم وهو غير روحاني هيغرقك أكتر ما هيطلعك. ممكن تروح لواحد تقول له ده أنا تعبان وعندي تجارب، يقوم يقول لك ولسه برضو بتصلي، يشككك بدل ما يصبرك ويشجعك، لخبط لك دماغك. أو زي أصحاب أيوب يوجع لك قلبك، يقول لك أصل أنت باين عليك افتريت وعملت وسويت وعشان كده ربنا بيطلع كل ده من حسابك. وجعوا قلب الراجل وما كانتش الحكاية كده، وقال لهم معزون متعبون كلكم. لا، في التجربة ابحث عن صدر نقي حنين تترمي فيه. ربنا في الصلاة وأبوك الروحي، لأن هو اللي هيصبرك، هو اللي هيشجعك، هو اللي يقول لك طول بالك يا ابني هتفك، ربنا ما سبناش، ربنا لسه بيحبك، ربنا عارف بيعمل إيه، كل حاجة ليها وقت عنده،
لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع، يعطي مع التجربة المنفذ حتى نحتمل. لما الشخص الروحاني ده بيقدم لك التعزيات دي بيسندك، بيسند. عشان كده الكتاب يقول اسندوا الضعفاء وتأنوا على الجميع. فلما تكون مجرب شوف انت رايح لمين، لأنك ممكن تروح لشخص يتعبك قوي أو تروح لشخص يسندك فعلا. كمان افتكر دايما بركات التجارب، عشان كده ابتدينا بيها الكلام، قول لازم هكسب منها حاجة. افتكر حكاية الذهب اللي جوه النار، افتكر انه ربنا هيعلمك في التجربة صبر، والصبر يدخلك السماء، يعلمك محبة والمحبة تدخلك السماء، يديك إيمان والإيمان يدخلك السماء، هيديك تواضع والتواضع يقربك من ربنا. طب ما أنت محتاج ده كله، زي اللي عمال يجمع جواهر، فتبقى بتصبر نفسك إنه ربنا مطول باله عشان أنا بكسب، أنا عمال أكسب. آخر حاجة أقولها، كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. واحد يقول بصراحة الكلام ده مش مظبوط، من جميع ينجيهم الرب ازاي؟ طب ما في ناس دخلت في تجارب ولم ينجوا. هي هنا النجاة غير ما الناس فهمها. من جميع ينجيهم الرب، ساعات الواحد يبقى عنده مرض والنجاة بالنسبة له هي الشفاء، بس يكون ربنا ما يقصدش كده، يقصد النجاة يعني ما يروحش جهنم، ينجيهم يعني ما يسيبهمش يهلكوا، ده اللي يشغل ربنا. يعني مثلا داود النبي لما شاف آلام في حياته، كان في تجارب وأحزان وآلام انتهت بأيام صعبة، ولاده مثلا في منهم مات، ومع هذا الأحزان من جميعها ينجيهم الرب، يعني الأحزان دي ما بعدتوش عن ربنا، ما خلتوش يهلك في الآخر، إنما دخل السماء وفي مكان حلو قوي. فلما بيقول كثيرة هي أحزان الصديقين، دي هدايا من ربنا، والهدايا دي هيرفعها في الوقت المناسب وتتحول من صلبان تقيلة إلى أكاليل تقيلة. طب وماله، حد يكره يبقى عنده أكاليل في السماء؟ فمن جميع ينجيهم الرب، يعني ربنا يحسب الحزن أو التجربة اللي جاي عشان ما يوصلش الواحد ليأس وهلاك، لا، يكون حاسبها كويس عشان تنتهي بنجاة. نجاة هنا يعني يدخل السماء. ربنا كل اللي يشغله في حياتنا إن احنا نوصل عنده في الآخر. عدت الحكاية بالذوق، عدت بالعافية، المهم ندخل السماء. إنما ممكن الواحد يقول له يا رب أنا مش عاوز العافية، يقول له طب ما تشتغل بالذوق، امسك فيا واحفظ كلامي وحافظ على حياتك مع ربنا وخليها تمشي كده. وفي واحد تاني ربنا يلاقي ان سكته لازم تبقى ضيقه اكتر عشان هو ده اللي هيدخله السم. ربنا حكمته عالية، ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، من عرف فكر الرب. مرة انبا انطونيوس تساءل وقال له يا رب ليه في شباب بيموتوا بدري، وليه في أطفال بيتولدوا معوقين، وليه في شيوخ بيعجزوا جدا ويبقوا مستنين الموت وما يجيلهمش الموت. وقعد يقول له ليه ليه ليه، وقعد يصلي ويصوم شهور. جاله صوت من السماء في الآخر يقول له إيه، أنطونيوس اهتم بخلاص نفسك ودع هذه الأمور لله وحده، يعني خليك في نفسك، سيبني أنا، ربنا يسوع له المجد، أنا عارف أنا بعمل إيه. في تساؤلات كتير ملهاش حل، لكن بالثقة اللي لينا في ربنا بنقول هو عارف بيعمل إيه، هو عارف بيعمل إيه، ما بيعملش حاجة غلط. لما نوصل السماء بنعمة ربنا هنفهم ليه فلان حصل معاه كذا، وليه فلان حصل معاه كذا، وليه الوقت ده بالذات، وليه تأخرت الاستجابة، وليه ضاقت قوي كده، وليه فرجت في الوقت ده، وليه ده خف من مرضه، وليه ده روح السماء بالمرض بتاعه. كل ده يتفهم في السماء. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب.
اللي احنا مطمنين له ان ده وعد، ان التجربه مهما كانت شديده فيها نجاه ما فيهاش هلاك، فيها خلاص ما فيهاش خراب، فيها بركه ما فيهاش لعنه، فيها مكسب ما فيهاش خساره. لو عرفنا نفكر في التجارب والاحزان بالطريقه دي هنبقى ناس روحيين ونكمل حياتنا بسلام. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، أمين. كل سنة وأنتم طيبين.